الرجل له حقوق كثيرة، من أهم هذه الحقوق أن المرأة تطيعه فيما أراد الله. ولذلك تجد العلماء قالوا: من يقدم في الطاعة بعد الزواج؟ يقدم الأب ولا الزوج؟ بنت متزوجة أبوها يقولها اطلعي والزوج يقولها تطلعين، هنا من تقدم؟ تقدم زوجها، لأن هنا أصبحت في ذمة رجل، فيجب أن تطيع هذا الرجل ما لم يكن في معصية الله، فيجب أن تطيع هذا الزوج ما لم يأمرها في معصية. طاعته واجبة. ولذلك تجد أحاديث كثيرة: من أطاعت زوجها، من أطاعت بعلها، من قامت لزوجها، من إذا ناداها زوجها إلى فراشها، كل هذه، ومن باتت وزوجها غضبان عليها باتت، والحديث التي ترتبت عليها اللعن والطرد من رحمة الله، كلها مترتبة في طاعة الزوج. فمن حقوق الزوج الطاعة، وهي الطاعة في المعروف. من حقوق الزوج حفظ حقوقه وأسراره. يعني مثلا بعض الإشكالات حتى الحقوق دي يقول العلماء ترتبط بعد الطلاق لا قدر الله، أو بعد موته. يعني قد لا يتفق رجل مع زوجة فيطلقها، فتروح المرأة تفضح: والله كنت أشوفه يفعل كذا ويسوي كذا، وتراه مهبار، وتراه عاق، وتراه يفعل، وتراه يترك. وهذا حرام من ناحيتين: حرام بكونه مسلم، وحرام بكونها زوجة مؤتمنة على حفظ حق هذا الزوج. ومن حق الزوج على زوجته، وهذا قد يكون حق مشترك، أن تحفظ مكانته عند أبنائه. يعني الأم ما تجي تقول: ترى أبوكم فعل، وتراه ترك، وتراه ما يعطيني، وتراه بخيل، وتراه ما، وتحاول تسقط من قيمة الزوج. وهذا هذا قد يساهم ويشارك في عدم، يعني خلنا نقول، أن يقوم البيت بالتقويم والتربية الصحيحة. فهذه من أهم الحقوق الحقيقة. كذلك أن المرأة يجب أن تحترم ذوي الرجل، يعني أهل الرجل، وهذا أيضا أنا أسميه حق مشترك. إذا علم الرجل من زوجته أنها تحترم أمه، وتحترم أباه، وتحترم أخواته، وتحترم إخوانه، وتحترم أعمامه، قد لا يكون هذا واجبا شرعيا، لكنه من الإحسان الذي أمر الله. قال الله: ولا تنسوا الفضل بينكم. فهذا فضل من المرأة على الزوج، كما هو فضل من الزوج على المرأة، وهذا جزء من حقوق الزوجة أو الزوج على زوجها. من حقوق الزوجة أيضا وحقوق المرأة، يجب أن يكون الرجل بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير. المرأة تبقى لينة، وتبقى الأنوثة بها ظاهرة، وتبقى ضعيفة. بمعنى ضعيفة هنا ليست ضعيفة بمعنى ليس لها قيمة، لكنها أضعف بدنيا، أضعف حتى يمكن حتى في الشهادة، لما قال الله سبحانه وتعالى: لتذكر إحداهما الأخرى. شوف سورة النساء، وأنا أقول للأخوات: سمى الله لكنا سورة كاملة، ما في سورة في القرآن اسمها سورة الرجال، سورة النساء. ومن مقاصد هذه السورة الرحمة والعدل مع من يستحقون الرحمة والعدل، وأولهم المرأة. فجاءت الآيات تدور على هذا. فيجب على الرجل أن يحترم المرأة وأن يعدل مع المرأة. وتجد مثلا سورة النساء لما جاء حتى المرأة الأمة لما أراد الزواج منها قال: فانكحوهن، ما قال بإذن سيدهن، وهي أمة، قال بإذن أهلهن، مراعاة لمشاعرها. طيب، من باب أولى الزوجة. وأيضا نقول للزوج التلطف في العبارة، يقول: إذا جلست مع المرأة فاستمع منها أكثر مما تتكلم، لأن المرأة إذا تكلمت، إن صحت في مصطلحاتنا المعاصرة، الشحنات السلبية تخرج مع كثرة كلام المرأة. فقد تكون المرأة يعني مشحونة من بعض ضغوط البيت والتربية والجلوس في البيت، وا وا وا. إذا أعطاها الرجل مساحة في الحديث حتى لو لم يكن مستسيغا لحديثها، خفت كثير من المشاكل التي تكون داخل البيت.